بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل في أحسن أحوالكم. فيديو اليوم راح يكون في صالة قندورة قبيلي. الحمد لله عدنا والعود أحمد. عدنا للخياطة وعدنا للروتين الخياطة والموديلات. راح ندير قندورة قبيلي. جاتني اون كوموند الامبروفيست راح نوجدها. عندي لا فورنيتير كامله، عندي الكوبون، يعني هنا خلاو لي لو شوا ليا. راح دعتكم هنا جبت من بعد نديسيدي واش راح نستعمل من هادو كامل. طويت القماش، نوخرو شويه اللورا، طويت القماش. ليزيغ عند ليزيغ خيطتها باش ما تهربليش وباش نخيط باش نخدم اليز تكون الخدمه اسرع. استعملت لاكريتايور باش نعدت لكم العلامه اللي درت. فصلت بلوتو حطيت الفصاله او انا راح نخدم الداخل بالخارج، الداخل في الخارج. الكتان ليكرا راهو يتجبد. البيزو كريستال، فوالا بيزو كريستال. درت ليزيغ عند ليزيغ خيطناهم قلنا. حطيت لي ميزور نتاعي، اتاكدت انه الجهه هذه تجيب لي قدها في الجهه اليمين. لقيتها انه هذه درت لي ميزور شويه زايدين، حكمت نقصت. شوفوا هنا واش نقصت باش نتاكد قبل ما نفصل. طبعا انا درت بالشريط المتري، لقيت انه كي نحط لي ميم ميزور اليمين في الجهه هذه لقيت انه هذه داخله بزاف. رجعت دخلت هنا بسنتيم، يعني قسمت دوره الصدر 30 30، يعني هنا عندنا 120 دورة الصدر. حطيت هنا في دورة الصدر 30 وحطيت نفسها في المكان المقابل، يعني هذه تاع الخلف اللي فيها الخياطة تاع الظهر وهذه تاع الأمام. دوك نجمع الحوايج هادو ونبداو باش تفهموا عليا أكثر. قلنا يا البنات قبل ما نروح للمقص، قبل ما نفصل، كيود عندي قماش شويه ناقص، يعني هنا انا عندي 2 متر وراح نخرج قندوره كابيل بلي مونش 3 كار، راح تجيني قد عندي دوره الصدر 130 ويلفو با نفوت ال 130، اكثر من 130 ما حش تجيب لي الفصاله. قلنا حطيت دورة الصدر درتها 32، لما حبيت نجيب نفس القياسات اللي في الجهة تاع الظهر على الجهة تاع الأمام لقيتهم أنهم ناقصين، يعني تاع الأمام جاني ناقص. رجعت ديكاليت شوية هنا، دخلت 2 سنتيم ما يأثرش بما أني أنا قاعدة نخيط فيها بشوية زيادة على لا بيغسون. زدت دخلت هنا وخليت المكان، يعني قسمته قد الكوتي هذا قد الكوتي هذا، دائما باستعمال الشريط المتري. جامي تروحوا البنات جامي تروحوا في خياطة الداخل في الخارج تحطوا لي ميزور وتروحوا تفصلوا ديريكت. اتاكدوا اولا انه الجهه تاع الامام تجي لكم تجيب لكم نفسها تاع الخلف، يعني باللي ميزور نتاع بالشريط المتري نفسهم تحطوا. كيفاش نبداو؟ نحطوا الطول، بعد ما حطيت الطول نحط الكتفين ونجي نهبط هبطة حردة الإبط. أنا هبطت ب 22 ودرت دورة الحردة أو التابق أو التركيز. وجيت حطيت دورة الصدر، كي حطيت دورة الصدر في الجهة المقابلة هنا لقيتها ناقصة. اضطريت أني هذا هنا دخلته باش جبتهم كيف كيف. راني نهضر ونعاود، أعرف ذلك، نهضر ونعاود باش تفهموا عليا وفي الإعادة إفادة. التكرار يعلم الشطار، كان هذا دائما شعاري أبدا ودائما. بعد ما فصلت الجهة الخلفية نهزها ونجي نحطها على الجهة المقابلة أو الأمامية ونفصل نفس الشيء. طبعا نخلي سنتيم هنا خارج، هو السنتيم نتاع لا ليزيغ اللي خيطت، وهنا راهو عندي كل شيء قد يعني انا درت ديجا بالشريط المتري وتاكدت انه عندي الفصاله راهي ايدونتيك. هذه القطعه اللي طاحت او اللي تفضل من الجهه التحتانيه ونفسها اللي تفضل من الجهه الفوقانيه هما نخرجوا منهم لي مونش. لي مونش يعني ما حاش نحتاج حاجه كبيره، فقط دي مونش 3 كار. واذا اضطريت اني جوني شويه قصار نعمل اون بوند من هذه الجهه اللي راح ندير كفه. هذه الجهه طاحت من الكفه، نعدل اللي من تحت. ندي 3 سنتيم نخرج صفر
على الطبقتين، وقلنا هاد اللي راح تخرج لي او هاد القطعه ممكن ان نزيدها في لي مونش اللي حبيتها نزيدو يكونوا طوال شويه. دوك انا عيني ميزاني لما نروح نخيط لي مونش، تعديل بسيط هنا وكملت. الامام نبوه نحي هذيك على الخلف، الامام ندير تعديل الحرده، نحي منها شويه هنا لداخل تقريبا سنتيم ندخلو فوالا فقط. دوك الرقبه ما ديسيديتش، لكن دوك تشوفوا معايا في الماشينه. هنا مراحل الخياطه البنات سمحوا لي ما صورتهاش، كنت نتفرج في الماتش. المراحل كاملين موجودين في القناه، كامل لي ديتاي راهم في بلاي ليست، نعم قائمه التشغيل، من تق تسجيف الرقبه، ملاقات الكتفين، حتى يعني درت تسجيف رقبه عادي درته بالتول، ركبت لا غارنيتور درتها بهذا الشكل، يعني تقدروا ديروا كابتور على طريقه الخدمه، او تشوفوا اي موتيف يعجبكم في البنتيريست. انا نهز من البنتيريست او دي فوا حسب واش عندي غالون نخرج ان موتيف. المهم يا البنات كيما القدام كيما بلوتو من القدام في ومن لورا غون، بصح لو كاري كيف كيف لي مونش بهذه الطريقه. فصلت لي مونش ثاني راهي في القناه، تركيب لي مونش راهم في القناه. لقيت الجانبين ما فيهاش فصالات، ما فيهاش لي بانس، هذه لو كابيل يجي دغوا ما فيهش لي ديكوب. وجيت ندير السجف تاع الرقبه، بليتو الدفاره سجفت فقط بالافيزلين، قلبت عليها 1 سنتيم نتاع الكفه، وجيت نركب في لا غارنيتور. لا غارنيتور ركبت دي تري، وين نحبس يعني واش يكفيني غالون، يعني لكان وصل لي هنا وكمل الغالون نحبس، لكن وصل لي هنا وكمل الغالون نحبس. يعني دوك راني نخدم على الكميه تاع الغالون اللي عندي. سامحوا الحامل راهو يتحرك، راني نخدم نصور لكم من فوق الماشينه. كمل الماتش وكملت القندوره معاه، نقولوا مبروك على الفريق الوطني، مبروك الابطال العرب ابطال الجزائر، مبروك علينا ودامت افراح افراح بلادي، دامت افراح كل الجزائريين. شوفوا يا البنات القندوره، الفرحه عارمه في بلادنا، الفرحه عارمه في شوارع كل ولايات الوطن، دامت افراحنا باذن الله. يوم جميل، يوم موفق، ومع السلامه.